أبدأ وقائع الجلسة الثامنة والأخيرة في المؤتمر 33 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي خصص موضوعه للاجتهاد ضرورة عصرية. بداية اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على ما يبذله من جهد كبير لتجديد الخطاب الديني ولإعلاء كلمة الإسلام وخدمة المسلمين. وأرحب بالسادة الضيوف الذين يحلون على مصر ضيوفا كرماء يسهمون بعلمهم وأفكارهم في هذا المؤتمر المتميز. واسمحوا لي أن أرحب بالأعضاء زملائي على المنصة، وكل منهم يمكن أن يقوم بمؤتمر وحده بما لديهم من علم وخبرة. أرحب بالشيخ شعبان علي مفتي بوروندي ورئيس الجمعية الإسلامية البوروندية، وفضيلة الأخ والصديق الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والشيخ الحافظ شاكر فتاح رئيس العلماء ومفتي الديار في مقدونيا، والأخ الزميل الصديق السيد حسان موسى الأمين العام للوقف السويدي الإسلامي للتواصل والحوار في السويد، والأخ العزيز الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. تعلمون أن الوقت المتاح لنا ساعة ونصف، وبعدها تبدأ وقائع الابتهالات الدينية، وأنا أعلم أن العلماء الذين معنا إن شاء الله سيكونوا حريصين بقدر كبير جدا على الوقت. تشهد الساحة العربية والإسلامية حالة من الانفلات الشديد في مجال وسائل الإعلام التقليدية والجديدة، والتي تسعى في معظمها إلى تحقيق الترند وتحقيق السبق الصحفي وتحقيق الإثارة على حساب الموضوعية والمصداقية. وقد جاءت هذه الظاهرة من وسائل الإعلام المتطورة متزامنة مع ظاهرة ظهور بعض أدعياء الدين أو المتطفلين على موائد الشريعة أو محبي الظهور، وتحت خانة التجديد أو الاجتهاد أو حرية الرأي والتعبير ارتكبت الكثير من الآثام والجرائم تحت دعوى أننا نجدد أو نجتهد أو نحقق معلومات لم يكن يعرفها الجمهور. تلقفت هذا وسائل الإعلام وبدأت تتاجر به، والمقولة الشهيرة بينهم وبين وسائل الإعلام: دعونا نقول ما نريد بدعوى التجديد، وسوف يحقق ذلك لكم الإثارة والمكسب من خلال الإعلانات، لكم نصيب ولنا نصيب. حدث كثير من الأخطاء في مفهوم الاجتهاد الذي قننه الإسلام وقننته الشريعة وقننه القرآن الكريم وحث عليه. مشكلات كثيرة تواجهنا بسبب تكنولوجيا التطور التي حدثت في القرن 21 وألقت بظلالها الكثيف على مجتمعاتنا التي تعاني مشكلات اقتصادية واجتماعية متعددة. كيف لعلماء أن يعملوا بالاجتهاد والتجديد والتطوير وهي فريضة عليهم في إطار حماية الثوابت وفي إطار حماية الدين من الدخلاء والأدعياء؟ لعلنا نبدأ، وسوف نعطي لكل متحدث 7 دقائق، فإن تبرع بجزء منها فهو يجزى به إن شاء الله. فضيلة الشيخ شعبان علي مفتي بوروندي، تفضل. إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي الشيخ شعبان علي مفتي بوروندي ورئيس الجمعية الإسلامية البوروندية. ننتقل الآن إلى فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومن الدعاء المتميزين الذين يحملون راية التجديد والتنوير، وأنا أود من هذا المقام أن أحييه على برنامج لعلهم يفقهون الذي يقدم وجبة دسمة وإثارة للقضايا، حيث يستضيف مجموعة من المشايخ الأزهر الشريف ويتبادلون معا تفسير بعض الآيات أو تذكير ببعض الأحاديث النبوية الشريفة. وأنا الحقيقة من الحريصين على متابعة هذا البرنامج لأنه فيه يعني إثارة لنقاط قد تبدو عند البعض خلافية ولكنها تعمل العقل، وهو المطلوب من فكرة الاجتهاد، يعني إعمال العقل في كل موضوع في كل ما يتصل بحياة الناس. أحييك بصفة الشخصية يعني عن هذا البرنامج فضيلة الشيخ، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السيد الأستاذ الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، السيد الأستاذ الدكتور سامي الشريف، السادة الحضور الكرام من العلماء، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، الحمد لله الذي أحلنا هذا المقام. وأود لو دخلت سريعا نظرا لأوقاتكم المباركة والمحسوبة في موضوعنا، لقد أردت المشاركة بورقة بحثية أراها شديدة الأهمية، ويعني أظن أن بها ندرة في التناول في واقعنا الاجتهادي، وهي الصحة النفسية كمثال لعناية الإسلام المقاصدية في الحفظ النفوس. حفظ النفوس كما تعلمون في شريف علمكم هو من المقاصد الخمس أو من المقاصد الخمسة التي حرص الإسلام عليها، وأنا أوافق الدكتور مختار جمعة إلى أنها أمست المقاصد الستة بإضافة مقصد حفظ الوطن. إذا لم تصبح المسألة حفظ النفس والعقل والمال والعرض وكفى الله المؤمنين القتال، لا، بل أصبح من الواجب أن نضم إليها طبقا لمتغيرات البحث الذي ننادي به دائما وأبدا ننادي بتغير حدث في الفقه الإسلامي نتيجة ما يسمى بنشأة وتكوين الدولة. فيمكن بناء على ذلك تقسيم الفقه إلى مرحلتين كما نفعل في التاريخ. نحن نقسم التاريخ قاف ميم وب ميم، قبل الميلاد وبعد الميلاد، ونقسم تاريخنا الإسلامي إلى مرحلتين قاف ه وب ه، قبل الهجرة وبعد الهجرة. أيضا يجب أن يتم تقسيم الفقه الإسلامي إلى مرحلتين، مرحلة ما قبل الدولة ومرحلة ما بعد الدولة. ففقه مرحلة ما بعد الدول يتسم ويتصف ويتميز بصفات لم تكن معروفة قبل نشأة الدولة. كل الأحكام تقريبا الفقهية تغيرت وتبدلت وأصبحت لها سمات جديدة بعد نشأة الدولة. انظر إلى فقه الجهاد وفقه الركاز وفقه الزكاة وفقه الأحوال الشخصية. فقه الأحوال الشخصية لم تعد ممارسة زوجية بين طرفين لارتباط عقد زوجية وانتهت القصة. كل شيء أصبح
مشاركا للدولة وأصبحت الدولة مشاركة فيه، وبناء عليه لابد أن نحترم ما يسمى بفقه الدولة إذا أردنا أن نبحث قضية ما، ومنها قضية الحفاظ على النفس أو مقصد الحفاظ على النفس الذي نتكلم فيه. نحن يا سادة نتكلم في أخطر قضية، وسبب الخطورة فيها ثلاثة عناصر في شديدة الأهمية. الأمر الأول هو تفشي الأمراض النفسية للإنسان المعاصر، حتى أن آخر الأبحاث العلمية تقول إنه ثلاثة أرباع البشرية، ثلاثة أرباع السكان في العالم مصابون بمشاكل نفسية وباعتلال نفسي بطريقة أو بأخرى أو بدرجة أو بأخرى، حتى أنه أصبح القول بأن هناك إنسان سليم من الناحية النفسية تلك خرافة يبحثها العلم المعاصر. هذه قضية خطيرة، فيجب أن تتفرغ لها مجهودات العلماء والأجهزة البحثية بدلا من التفرغ فقط لما يسمى بفقه العبادات، رغم احترامنا الكامل لما يعرفنا بالله وبعبادتنا لله. الأمر الثاني هو كثرة الحوادث المترتبة على الاعتلال النفسي الذي أشرنا إليه، حوادث القتل وحوادث الانتحار وحوادث الإدمان وحوادث العزال النفسي وحوادث أو أحداث أو مظاهر تغيير الجنس أو مظاهر ما يسمى والعياذ بالله بالشذوذ الجنسي الذي عم وطم واختلال الهوية الذاتية للإنسان. هذه كلها أسباب تدفعنا دفعا إلى الاهتمام بفقه ما يسمى بالصحة النفسية اهتماما مختلفا واهتماما مضاعفا. هذه ثانية. الثالثة هو النظرة غير الصحيحة للكثير من التجمعات الدولية التي تهتم بالصحة النفسية، فهم يطالبوننا بالرضوخ وبالرضا وبالانصياع لبعض التعريفات الإنسانية أو النفسية أو الجنسية التي يحاولون فرضها على المسلمين، ناسين أو متناسين أن لنا خصوصية تمنع الذوبان في الآخر، ولنا خصوصية تضع محاذير وتضع ضوابط للشخصية الإنسانية والشخصية النفسية عندنا في الإسلام. عجبني جدا هذا البحث الذي قدمه الأستاذ الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف في أحد إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمسمى البحث العلمي والتكنولوجي. يقول بالنص إن البحث يعني التنقيب، يقال بحث الأرض إذا حفرها وبحث الشيء إذا فتش عنه ونقب، وبحث الأمر إذا اجتهد فيه وتعرف حقيقته، وبحث عن الأمر إذا سأل عنه واستقصى. والبحث العلمي يكاد لا يخرج عن هذه المعاني، فهو بذل المجهود في عمل موضوعي جاد بغية الوصول إلى حقيقة معينة أو تجلية قضية أو حسم الأمر في مشكلة من المشكلات. واستدل سيادته بقول الله تبارك وتعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. أظن صدق الله العظيم، هذه في سورة المائدة. أظن أن هذا المصطلح القرآني فبعث الله غرابا يبحث، الثالثة ليريه، يبقى إذن هناك بحث، هذا البحث أصفر ونتج عنه المعرفة. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. هذا استدلال جيد وفي موضعه. الطريف في المسألة أنه آخر الأبحاث النفسية في موضوع البحث النفسي أو البحث الإنساني في مجال الصحة النفسية ساقها الدكتور إبراهيم الحرثي في كتابه التفكير والتعلم والذاكرة في ضوء أبحاث الدماغ. يقول مثلا، خذ عندك هذا أو الظاهرة التي تسمى بالتنمر
التي يعاني العالم منها واستيقظ فيها عليها متأخرا. يقول إن التعليقات الجارحة والسخرية تؤدي إلى اضطرابات في القلب عند الأشخاص الذين يتعرضون لها، كما وجد أن الطلاب الذين تعرضوا في طفولتهم إلى القسوة والتهديد والإجهاد يسلكون سلوكا عدوانيا مع زملائهم حتى على مستوى الأداء التعبدي. السادة الكرام، أنا لا أريد أن أطيل على سيادتكم، ولكن أريد أن أنبه إلى مسألة خطيرة. مفهوم الصحة النفسية في نظر الشريعة الإسلامية، والمطلوب من المجتهدين في هذه القضية، أولا هو كما قلنا وسمعنا البحث والتنقيب عن أسباب الاستقرار النفسي والصحة النفسية والاستقرار الإنساني للإنسان عموما بمواصفات التي لا تتصادم مع الشرع الحنيف. هذا الكلام أمر مطلوب للغاية، وهذا لتعريف المنظمات العالمية أو المحافل الدولية إلى خصوصيتنا وإلى طبيعة الشريعة الإسلامية التي تحكم تصرفات المسلمين في سلوكهم العام والخاص. الاجتهاد باعتبار الاجتهاد في نظر المسلمين هو الذي تتوافق فيه 9 عناصر. هذه العناصر 9 لا نتنازل عنها في مفهومنا الاجتهادي في مجال الصحة النفسية. الأول التوافق، يعني الإنسان المتزن نفسيا هو الإنسان الذي يتمتع بحالة من حالات التوافق. المولى سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم. المولى قسمها هنا إلى قسمين: واصبر نفسك، فهذا ما يسمى بالتوافق النفسي مع الذين، هذا يسمى بالتوافق الخارجي أو التوافق مع الآخرين. فالتوافق لقوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. وأثبتت الدراسات أن أكثر من 90% من حالات الإدمان سببها الصحبة، وسببها الالتصاق بالآخرين، وسببها التعلم من الآخرين. وثبت أن الصحبة أشد أنواع التأثير على الصحة النفسية إيقاعا وتقليدا ومحاكاة. وهذا هو الذي اختصره الحبيب صلى الله عليه وسلم في جملة طيبة مباركة بقوله: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الأمر الثاني الشعور بالسعادة مع النفس، وهذا الأمر تراه في آخر سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حتى أن الله عز وجل وصفها بلفظ نادر المثال وهو راحة البال. قال تعالى: سيهديهم ويصلح بالهم. سيهديهم ويصلح بالهم، صلاح البال أظنه اللغة المعدومة في واقعنا المعاش في حالة اللهث وراء المعاصرة والتغريب التي يعيشها المرء الآن. التحقيق الأمر الثالث الشعور بالسعادة مع الآخرين. الأمر الرابع تحقيق الذات واستغلال القدرات. استغلال القدرات، المولى سبحانه وتعالى لم يطالبك بأكثر مما تستطيعه. قال تعالى: واعد لهم ما استطعتم، لم يقل واعد لهم فوق ما استطعتم، واعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فالإعداد هو الإعداد العلمي والإعداد العقلي والنفسي والاجتماعي والدراسي والاجتماعي والمنهجي، وهذا الأمر يحتاج إلى ضربة وإلى فهم الإمكانات. المولى سبحانه وتعالى عندما يقول للمسلمين: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، هذا معناه أن الله تبارك وتعالى يقدر الإنسان استغلال قدراته حسب الوضع الذي هو فيه، والباقي يكمله الله عز وجل له بالعطاء والمن والإحسان. الخامسة القدرة على مواجهة مطالب الحياة. ألم تسمعوا قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. يعني هذه قدرة على مواجهة مطالب الحياة وعلى مواجهة متغيراتها ومواجهة تحدياتها. يعني الضعف والاستكانة والتخاذل
أمر غير مقبول على الإطلاق في تكوين وتربية الإسلام للإنسان في الصحة النفسية في شريعتنا الغراء. انظر إلى عنصر السادس، التكامل النفسي، وهو ما يسميه علماء النفس بالأداء الوظيفي المتكامل. عندما تنسجم القوة البدنية مع القوة النفسية مع القوة الإيمانية، انظر إلى قول الله تبارك وتعالى، قال إن الله وزاده بسطة في العلم والجسم. نعم، هيتكلم عندما تكلم عن سيدنا طالوت عليه السلام كيف أن الله زاده بسطة في العلم والجسم، هذا معناه أن الله تبارك وتعالى يخلق في الإنسان المؤمن حالة من حالات التكامل الوظيفي داخليا وخارجيا، العلم، الجسم، النفس، الإيمان بالله. العنصر السابع من عناصر السلوك النفسي الصحيح أو سلوك النفس المنضبط هو السلوك العادي. هذه من أغرب ما قاله علماء النفس في مجال الصحة النفسية. نحن لا نريدك أن تكون خارقا للكون، الإسلام لا يريدك أن تكون الهيرو أو السوبرمان كما في النظر الفكر الغربي. الإسلام لا يريدك أن تكون خارقا للعادة أو لنواميس الوجود، إنما يريدك أن تكون إنسانا عاديا كما بعث أنبياءه ورسله. كيف بعث الله أنبياءه ورسله؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني سلوك عادي. هذا السلوك العادي هو الذي تطالب به حتى لا يفهم الإنسان أن ما يطلب منه أكثر من قدراته وأكثر من إمكاناته بحال من الأحوال. بقي العنصر الثامن وهو حسن الخلق، وهو الذي اختصره القرآن الكريم في حديثه أو في خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم، إنك على خلق عظيم. الخلق العظيم والتخلق بالأخلاق الحسنة، هذه مسألة الحقيقة نحن في حاجة إليها. وما هو الخلق الحسن؟ هو الذي يراه الناس حسنا، هو الذي يراه الناس مقبولا، هو الذي لا يخرج عن جادة الصواب في السلامة الداخلية والسلامة الخارجية وعدم الاعتداء على الآخرين. العنصر التاسع، العيش في سلام وسلامة. الحقيقة الذين آمنوا اختصرها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا توفر الأمن والهداية، هذه العناصر التسعة نحن نرى أنها تحتاج إلى اجتهاد، كل عنصر منها يحتاج إلى اجتهاد مستقل، يحتاج إلى اجتهاد وإلى بحث وإلى إعادة تعريف لمفاهيم هذه التعريفات حتى نواجه بها العالم، وحتى يرجع أبناؤنا إلى حال الإسلام أو إلى حال المسلمين الأول، ونسلم إليهم الإسلام كما تسلمناه من آبائنا وأمهاتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلاة وسلاما على رسول الله. شكرا دكتور خالد على هذه الرؤية المتميزة لكل علماء النفس والاجتماع لمواجهة الظواهر التي بدأت تحدث في مجتمعاتنا في العصر الحديث. ربما المشكلة أكبر في المجتمعات التي فيها مسلمون ولكنهم يمثلون أقلية، والذين يتصدون للعمل في هذه المجتمعات هم على ثغر من ثغور الجهاد لرفعة شأن الإسلام والمسلمين. ننتقل من مصر إلى مقدونيا مع الشيخ الحافظ شاكر فتاح رئيس العلماء ومفتي الديار في مقدونيا. شكرا رئيس الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي كرمنا وشرفنا بالإسلام دين العلم والتعليم والمحبة والسلام، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في أشرف كلامه العزيز، أستعيذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، صدق الله العظيم. السيد صاحب المعالي وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية
الأستاذ دكتور محمد مختار جمعة حفظه الله، الإخوة والأخوات الحضور الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية يشرفني أن أكون حاضرا بين إخواني في هذا المؤتمر العلمي، والذي أستفيد منه في تبادل الأفكار والخبرات معكم جميعا. إن الإسلام اليوم حقيقة عالمية وواقع معاصر، وفي ظل التطورات والمستجدات على الساحة البشرية، فإن الإسلام لا بد أن يقدم نفسه بقيمه الأساسية كمفهوم التوحيد الخالص، ويساهم في تقديم تعريف صحيح للمعرفة والبحث والعلوم والفن والثقافة إلى آخره، وأن يساهم في تنمية المفهوم الأخلاقي كقيمة تميز الإنسان عن سائر المخلوقات، واحترام كرامة الإنسان والمساواة بين الجنسين والعديد من القضايا الأخرى. صحيح أن الهداية من الله تعالى، لأن الله يقول في القرآن الكريم: وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن عرضها وتفسيرها متروك لجهودنا البشرية. هذه مسؤولية المسلمين، وهي بلا شك مسؤولية كبيرة، أن نقدم الإسلام أينما نعيش ونعمل على أحسن وجه، وهذا يتطلب منا إلماما حقيقيا بعدة مجالات. أولا، المعرفة الصحيحة والعميقة بظروف المكان والزمان. ثانيا، التمكن الكامل لحملة الإسلام مع الاستعداد العميق في جميع مجالات الحياة البشرية، بما في ذلك الدينية والأخلاقية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية والمؤسسية والفنية إلى آخره. ثالثا، تكوين وتطوير مؤسسات ذات مستويات عالمية عالية، تستطيع أن تتعامل مع المشاكل من جميع النواحي مع المشاركة بالمفاهيم الإسلامية في حلها. رابعا، إنشاء مراكز عليا على المستوى الأكاديمي العالمي، حيث سيتم إعطاء توجيهات عالمية حول مشاكل العصر، لإعطاء دفافع جديدة ومحركة للتنمية البشرية، والتي من شأنها أن تؤثر على توحيد المواقف الإسلامية في جميع أنحاء العالم أينما يعيش المسلمون. وبالتالي سوف نتجنب مشاكل الانقسام إلى مفاهيم متعارضة، والتي ثبتت عمليا في الماضي نتيجة الانقسام العميق والقتل والمجازر والخسائر المادية والبشرية الجسيمة. إن الاجتهاد اليوم ضروري في العالم، وخاصة في الدول الأوروبية التي نعيش فيها. هذا مطلوب بسبب الحاجة إلى حياة المسلمين في أوروبا، بالإضافة إلى المساهمة في تفسير الإسلام وتقديمه، حيث من المعروف أن أكثر من 45 مليون مسلم يعيشون في أوروبا، وأكثر من 25 مليون مسلم يعيشون في الاتحاد الأوروبي وحده. تكمن ضرورة المؤسسة في هذه الحقائق: أولا، مكانة الإسلام في أوروبا وإفساح المجال لجرسه في حياة المؤمنين. ثانيا، تقديم استجابة إسلامية للمتطلبات المفاهيم المعاصرة الجديد العلمانية
وطريقة الإيجاد فضاء لممارسة القيم الإسلامية التعددية والتعددية الحزبية وطريقة دمج المؤمنين في هذا النظام، بعد تفعيل وتنفيذ اتفاقية دولية لحقوق الإنسان أينما يعيش أتباع المسلمين أتباع الإسلام، طريقة فهم الظواهر الجديدة للعولمة، سواء أحببنا ذلك أم لا يجب أن نجد مساحة للعيش فيها بكل ما لدينا. النظام الاقتصادي الأوروبي والعالمي والنظام المصرفي والنظام الربا والبنوك الخالية من الفوائد وغيرها، استثمارات المؤمنين في المشاريع الاقتصادية والسياسية والثقافية والحضارية والفنية إلى آخره. وبعد، المفهوم الأخلاقي للمؤمن الذي يعيش في أوروبا وسلوكه تجاه الظواهر الجديدة مثل المثلية الجنسية والسحاق والزواج المثلي والتمييز بين الجنسين والاقتصاد والانتحار إلى آخره. حوار الأديان بين الناس من مختلف الأديان، تجنب التطرف بمختلف أنواعه فضلا عن المستوى العالي لجرس السلام والتسامح وما إلى ذلك، تشكيل مؤسسات علمية في أوروبا والتي تهيئ بشكل تحليلي المجال لتكوين كوادر من الدعاة قادرة على تقريب الناس من الإسلام من جميع الزوايا وحسن شرحه وممارسته حسب ظروف الزمان والمكان. وقصرا، من الضروري الاكثر من مثل هذه المؤتمرات والندوات حيث نقوم بالمشاركة في طرح العديد من القضايا والمناقشات بطريقة عملية نتحدث فيها عن واقع الإسلام والحلول التي تمهد طريق نحو الاندماج في المجتمعات الأوروبية والعيش فيها دون تحيز وبدون مشاكل. هذا يجعل من الأسهل والأكثر فاعلية تقديم الإسلام في مجالات مختلفة. وفي الختام، اسمحوا لي أن أعبر عن شكري لمعالي وزير شؤون الأوقاف المصرية على هذا التنظيم الرائع، ونسأل الله تعالى أن يبارك في جميع المشاركين، وأكرر عظيم شكري على العمل العظيم الذي قام به مؤسسة الأوقاف المصرية في التقريب بين الآراء والمساهمة في بيان وسطية الإسلام واعتداله. والشكر الموصول الخاص للراعي هذا المؤتمر وهو سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله، كما نسأل الله العظيم أن يحفظ أمن هذه البلاد وشعبها. شكرا جزيلا وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا الشيخ الحافظ شاكر فتاح ورئيس ومفتي الديار، يعني استكمل حديث الشيخ خالد الجندي بأن هناك مشكلات تواجه المسلمين في كل مكان، ولكن ربما الأخطر هو ما يواجهه المسلمون في وهم أقلية في بلاد لها ثقافة مختلفة ولها تنظيم مختلف. وده ما يعمل عليه الزميل الدكتور محمد البشاري في مواجهة الأقليات المسلمة في الغرب والجهود المبذولة من جانب المجلس بتاعكم الحقيقة. والآن ننتقل إلى ثغر آخر من ثغور الدفاع عن الإسلام في السويد. الأخ حسان موسى الأمين العام للوقف السويدي الإسلامي للتواصل والحوار، مع أنه هو يعني أسر لي بأن موضوعه مختلف شوية لو يتحدث عن مواجهة أخطار البيئة في الإسلام، لكنها أيضا من المشكلات المعاصرة التي تعاني منها مجتمعاتنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله. كما يقال في السيرة والسير: أردت عمرا وأراد الله خارجه. فأردت أن أتحدث عن البيئة فوجدت نفسي أتحدث عن معضلات العصر. وبالفعل أيها الإخوة أيتها الأخوات، يا من نعيش في الدول النامية، البيئة رقم صعب، تعد لها مؤتمرات وسوف أشير إلى ذلك، ومصر سوف تكون فيها قائدة ورائدة. الحقيقة دون أن أدخل في موضوع تعريف الاجتهاد، الاجتهاد كما لا يخفى عليكم هو بذل الجهد في فعل شاق، ولكنه بتعريف موجز وبسيط دون إطناب ودون بسط وشرح وتوضيح والدخول في المحددات والحدود اللغوية، هو بذل الجهد في إدراك الأحكام الشرعية. إذن على العلماء، على الدعاة، على العاملين في الشأن العام، إعلام، صحافة، ثقافة، أن يبذلوا الجهد والوسع في إبراز المشترك الإنساني والقيم التي نحن بحاجة حقيقة إلى إحيائها في مناهجنا التعليمية وفي فضائنا الإعلامي وفي العمل الفني وفي الكتابة وفي التدريس والخطابة. أيها الأخوة، أيها الدعاة، أيها الأزهريون، درسنا كلنا الماء والطهارة، ومررنا بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري. توقفنا عند اللون والطعم والحكم وإلى غير ذلك، لكننا نسينا الحكمة والتعليل والنظر المقاصدية. هل العيب في الطالب أم المعلم أم المنهج؟ لأننا لم نستصحب الواقع والحال وجلسنا في هذه المسائل. ولهذا كثير من أهل العلم يقولون: ليس كل قديم أصيل ولا كل جديد دخيل. فنحن بحاجة إلى تفتيق الذهن وبذل الجهد والوسع في معرفة الأحكام من خلال عملية استقرائية لنصوص الوحيين الكتاب والسنة، ولكن لا بد من إعمال العقل في الفضاء الإنساني أو الأنسنة لإيجاد تكامل وربط بين الكون والإنسان في ظل حركة الإنسان والكون. هذه النقطة الأولى التي أريد أن أتحدث إليها. لم يعد معقول ولا مقبول من الخطاب الديني أن يكرر وأن يمارس ثقافة القطع واللصق. لا بد من تفتيق الذهن والإبداع والبحث في المآلات في الأحكام، ولكن كذلك في الحكم والمآلات. كثير من الناس، وأنا من الذين درسوا دراسات إسلامية، تحدثنا عن أشراط الساعة ومن بينها ذكرنا حديث: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. عندما تقرأ كثير من البحوث تتحدث عن فعل الخير والأمل و و و و و و لكن إسقاطها على الواقع البيئي الذي أصبح رقم مهم وصراع بين الدول الصناعية والدول الفقيرة. من الذي نبهنا ونحن طلاب إلى هذه المسألة؟ وهو الدعوة إلى التشجير والإخضرار لمكافحة التصحر الذي يغزو مدننا، والجفاف الذي يضرب بوادينا، ونقص المياه وقلة الأمطار، والتغير الإيكولوجي. هي دعوة للإخضرار وللتشجير دون أن نهمل الجوانب الترغيبية والقضايا الروحية والرحمانية من فعل خير وأمل، وأن الإنسان حتى لو مات ترك شجرا مثمرا يأكل منه الطير. أنا أريد من الفقهاء أن يوسعوا المجال وأن يوسعوا المدارك وأن تتفتق أذهانهم على ربطها بواقعنا المؤلم وهو الواقع البيئي. فيضانات في السودان، فيضانات في باكستان، جفاف في التشاد حيث الناس يموتون جوعا ويتبورون، في المغرب العربي نقص في سقوط الأمطار،
خطر مائي ومحاولات للمساس بالأمن المائي. نحن بحاجة أيها الإخوة إلى قراءة نصوص الوحيين من خلال نظرة مقاصدية والتأمل في الحكم ومآلات الأحكام بعيدا عن التقليد والقطع واللصق. نحن عندما أيها الإخوة نجد أن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الإيمان، تحدثنا في ميدان الطهارة شوارعنا غير نظيفة، في بلاد الكفر الشوارع تلمع، نرمي الزبالة والقمامة أكرمكم الله من علي من الطوابق وإلى غير ذلك، يتجول أبناؤنا الذين ولدوا في أوروبا فيشعرون بالورود والجمال والنظافة ثم يأتون إلى بلدان ربطهم بالأصل فيكتشفون الفصل بين الأصل وبين ما يرونه من فصول وأعمال. إذن الله عز وجل يقول لا تفسد في الأرض بعد إصلاحها، الله خلقها في أحسن تقويم. أيها الإنسان دمرتها وخربتها وأسأت إليها بأفعالك ومخالفتك لأمر الله عز وجل. الله عز وجل يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، وأنت تريد أن تضرب الميزان الكوني والقدري. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل مع خطاب ما زال كلاسيكي؟ دين أيها الإخوة تحدث عن الماء وتحدث عن الإحياء، إحياء الأرض. دين تحدث فقط يعتبر البعض عن امرأة دخلت الجنة في قطة، دخلت النار، دخلت الجنة في كلب، وفي رواية أخرى دخلت امرأة في قطة حبستها، ويتكلم عن الرفق بالحيوان. لكن هذا الدين تحدث عن قضايا سوف أذكرها، تحدث عن الرفق بالحيوان وتحدث عن المحميات التي هي ربما من أهم القضايا والشائكة التي تدرس في الجامعات وتمارس بالأفعال والتشريعات. تحدث نعم عن الرفق بالحيوان والإحسان إليه بالإسلام، ولكن ضرب لنا قبل 1400 سنة نموذجا، ضرب لنا مثلا وأنموذجا عمليا في المحميات في مكة المكرمة، زاده الله تكريما وتشريفا. إننا في كثير من الأحيان نتكلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية، ونركز على تربية الأبناء ومسؤولية الأم ومسؤولية، نعم هذه من القضايا التي يجب أن نتحدث فيها وأن نتعرض إليها. ولكن أيها الإخوة هناك قضايا أخرى نحتاج منا إلى مسؤولية. أنا ربما سوف أركز على القضية البيئية، لأن مصر المحروسة بعين الله عز وجل على وشك أن تحتضن أكبر مؤتمر عالمي بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعتبر أولا هذا المؤتمر قيادة وريادة لمصر، ثانيا هو دليل على قدرة الرئاسة على إدارة الأطراف والجمع بينها والتوسط وإيجاد حلول بين الشمال والجنوب وبين الدول الصناعية والدول النامية. شرم الشيخ أيها الإخوة، أيها الأخوات، بقيادة مصر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، سوف تستقبل مؤتمر المناخ العالمي لاتفاقية الأطراف. ولأننا في خطابنا الديني قللنا من قضية البيئة ولم نعطيها أهمية، حتى الصحة النفسية التي تكلم عنها الشيخ قضية الشيخ لم تأخذ، بس عندما نتكلم على القضية الصحية يتبادر إلى ذهننا الجنون والهبل وما. ولكنها صحة نفسية من مقاصد الشريعة الإسلامية، فجزاه الله خير عندما نبه إليها. يجب على الخطباء والعاملين أن يهتموا. إذن مصر المحروسة بعين الله تقيم هذا المؤتمر ليناقش أخطر الملفات التي تهم كوكبك أنت. عندما ترتفع درجة الحرارة تلجأ إلى المكيف، ولكن نسيت أن هذا المكيف يأتي من الكهرباء، وأن هناك معركة تقودها مصر بأمنها وأمانها هي
معركة الأمن المائي الذي يدخل في قضية المناخ. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاثة، الماء والكلاء والنار. رواه أبو داود في سننه. مصر تبحث عن الأمن المائي للجميع. مصر تريد تقسيما عادلا للمياه لها ولغيرها. صدق الرئيس: لن نسمح بقطرة ماء تنقص من حق مصر. ولا بدنا كعلماء وكدعاة أن نقف في هذه المواقف مع مصر أخلاقا وأدبا وشرعا وحقيقة وتحقق. لا يمكن للماء أن يكون خطرا على مصرها وعلى غيرها. فالماء خط أمني وثابت من ثوابت مصر وأمتنا العربية والإسلامية. مصر بقيادتها لهذا المؤتمر تريد أن تكرس الاستمرارية، التوازن، الأمن المائي، العدالة، وتحمل المسؤوليات والوساطة بين الأطراف. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. على من يجتهد، على من يتكلم، على من يبذل الجهد أن يتذكر أنه مسؤول عن كلامه وأفعاله، وأنه مسؤول عن تصرفاته وسلوكياته. فالأمن البيئي، هذا الكون الذي تتسع فيه طبقة، يتسع فيه ثقب الأوزون، هذا الكون الذي تنجس فيه البحار والمحيطات. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري، لأنه ينجس ويأذي المستعمل ويأذي من يستفيد منه. فمن باب أولى ألا تنجس البحيرات والأنهار والمحيطات. الدين الذي يدعونا أيها الإخوة إلى مكافحة التصحر والجفاف والتنوع الإيكولوجي، الدين الذي يدعونا إلى النظافة وتحقيق الطهارة الحسية والجسدية، دين فيه مسؤولية على الإمام والداعية والخطيب. الاجتهاد هو بذل الجهد لاستخراج الأحكام الشرعية من مضانها وأدلتها من الوحيين. علينا أولا أن نرتقي بخطابنا، أن نراعي التكامل كما قال الدكتور محمد البشاري، التكامل بين الأنسنة والنص الشرعي. ثالثا علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أن النص مقدس، النص مقدس، لكن فهم العلماء للنصوص ليس بمقدس، لأنه يتغير بتغير الزمان والمكان. لكن هذا لا يعني أن نعيش شذوذات المسائل وأن يتجرأ على الثوابت وأن يدلو بدلوه من هب ودب. علينا أيها الإخوة أن نركز في النقطة الرابعة على بناء تراكمي للفتوى وصناعتها. علينا أن نركز على صناعة الفتوى كما قال الشيخ عبد الله بن بيع علامة الأمة، ولكن كذلك علينا أن ننتقل من الاجتهاد الفردي إلى الاجتهاد المؤسساتي الذي يتكامل فيه الاجتماعي مع الإنساني مع التخصصي مع الشرعي. علينا في الأخير أن نجعل من مقاصد ديننا وخطابنا حفظ الأوطان كما قال الأستاذ محمد مختار جمعة. حفظ الأوطان في أمنها المائي وأمنها البيئي وأمنها الاقتصادي وأمنها الاجتماعي. إن مصر بحاجة إلى أبنائها، ولكن أبناؤها بحاجة إليها. إن مصر قلب العروبة النابض، قلب الإسلام. مصر الأزهر بعمامتها الشامخة، بوسطيتها واعتدالها، بقيادة رئيسها الذي خدم الوطن والمواطن وثبت أركان الدولة وثبت الدين والإيمان. من خلال عمل وزارة الأوقاف قال لي معالي الوزير: كان الناس قبل سنوات يذهبون إلى المساجد وهم خائفون على أن يصنفوا، الآن يذهبون إلى المساجد ويقبلون دون أن يشعروا بالتصنيف. قال لي: المقارئ انتشرت، بالإضافة إلى ذلك المخيمات الصيفية
ودور القرآن التي أقبل عليها الشباب والأطفال إقبالا منقطع النظير. قال لي معالي الوزير: تغيرت ديناميكية العمل، فأصبحت الوزارة بأوقافها وحرصها على أموال الأوقاف تقرض بعض الوزارات. أصبحت الوزارة لها أكاديمية، بعد أن كان يبتعث إلينا بعض الدعاة دون خبرات، لغتهم ضعيفة، حاطب ليل في علم ومعرفة. أصبحت هناك أكاديمية وهناك مسابقات ينتقى فيها الأخيار من حباهم الله بصوت شجي وعلم غزير. مصر أيها الإخوة واللادة أنجبت علماء أفذاذ في كل المجالات، وتقاد الآن نحو الريادة والقيادة. فبدعائنا، قال الإمام أحمد: لو كانت لي دعوة لادخرتها للإمام أو لولي الأمر. قد لا نتفق على كل شيء ولا نرضى عن كل شيء، ولكن جسور تبنى وطرقات تفتح ومؤتمر يقام بإذن الله خدمة للإنسانية جمعاء، تأكيدا على ريادة مصر وقيادتها وسياستها. والآن نجتمع في فضاء نتكلم عن المقاصد لتحقيق الإنساني لخدمة الإنسانية والدين والدنيا، وكذلك مؤتمر شرم الشيخ الذي سوف يعقد يوم 7 إلى 18 لاتفاقية الأطراف المتعددة بقيادة مصر، مؤتمر عالمي يخدم الكون جميع. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه بنات أفكاري، إن صادفت قبولا عندكم إمساك بمعروف، وإلا فتسريح بإحسان. السيد حسان موسى، وأنا أؤكد لك أن كل الحضور موافقين على كل كلمة قلتها، يعني قد نختلف أو نتفق، لكننا متفقين على ما قلته يعني، لأنه في الصميم. ونشكرك على هذا الإحساس الرائع نحو مصر وشعبها وأزهرها وقائدها، ونتمنى التوفيق والسداد إن شاء الله. آخر المتحدثين الأخ الزميل الدكتور أحمد علي سليمان، وهو عضو مجلس أعلى الشؤون الإسلامية، ونهنئه لأنه فاز منذ أيام قليلة بجائزة وقف الفنجري في خدمة الفقه والدعوة الإسلامية. ألف مبروك. وأكيد خد فلوس كتيرة من وقف الفنجري، زي ما عنده إمكانيات كبيرة هنقسمها، ولذلك نريد له أن يتبرع جزءا من وقت الوقت الممنوح له، لأنه أمامنا الآن 7 دقائق إن شاء الله حتى نفتح. مع الوزير أنا لا أسمتك 10 دقائق من سنة 2016 في أسيوط، أنت تحدث عن الحساسة السابقة عن النقود الافتراضية، فكان لك 10 دقائق من مؤتمر قديم افتراضيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم لقاء الله. اسمحوا لي أيها السادة أن أقف إجلالا وإعظاما للسادة العلماء الذين شرفونا من كل بلاد الدنيا، وشكرا جزيلا لحضراتكم، ونشكر الله العظيم الأعظم الحكيم الأحكم الكريم الأكرم الذي هيأ لنا الأسباب وأفاض علينا وأفاب وألهمنا جليل الخطاب وفتح لنا واسع الأبواب لنجتمع هنا ونتدارس هنا موضوعا له أهميته وله رهينيته وله ضرورته البالغة، ليس لمصر وحدها ولكن ولا للعالم الإسلامي فحسب، ولكن للعالم أجمع. فتحية تقدير وإجلال للسادة الضيوف، وتحية تقدير وإجلال وإعزاز لوزارة الأوقاف ووزيرها المجدد النابه معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة حفظه الله، وتحية تقدير وإعزاز لكل رجال الأوقاف ولكل السيدات الواعظات ولكل من أسهم في إنجاح هذا المؤتمر.
في الحقيقة شرف كبير أن أجلس بجوار السادة العلماء فضيلة الدكتور خالد وفضيلة الوزير وفضيلة المفتي والدكتور حسان، وأشكره شكرا خاصا على هذا الطرح العظيم وعلى هذا الحب البالغ لمصر المحروسة. وأضيف كلمة قبل أن أبدأ، طبعا لي 10 دقائق قبل كده، أضيف كلمة لما قاله سيدنا الدكتور حسان. من الذي إذا كان العالم الغربي يفتخر بأنه يعني يرعى حقوق الحيوان وجمعيات الرفق بالحيوان، أقول من هنا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أول إن الميلاد الحقيقي لحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق النبات وحتى حقوق الجماد كان ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من رعى مشاعر الحيوان. الغرب بيتكلم عن حقوق الحيوان المادية؟ لا، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ألم يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أننا إذا سافرنا في الخصب فيجب علينا أن نتنهل حتى تأكل الدابة وتأخذ حظها من الغذاء ومن العشب الذي أنبته الله في الصحراء لهذه الحيوانات؟ من الذي علمنا ذلك؟ إنه رسول الله. من الذي علمنا أننا إذا نزلنا من على الرواحل أن ننزل للصلاة، أن ننزل الأحمال من عليها ونحن نصلي؟ إنه النبي عليه الصلاة والسلام، إنه النبي الرحيم. من الذي علمنا أننا ونحن نحلب الشاه أو الدابة علينا أن نبقي في ضرعها شيئا من لبنها يكفي لولدها الرضيع جبرا لخاطرها وجبرا لهذا الرضيع؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها السيدات والسادة، من عظيم فضل الله تعالى علينا أنه اختار الإسلام الحنيفة ليكون رسالته للعالمين، وميزها بمقومات العالمية والخاتمية والصلاحية لكل زمان ومكان ولكل حال، وبث فيها قدرات ذاتية خلاقة تضمن تجددها واستدامة صلاحيتها واتساقها مع تطور الحياة وبما يحقق الرفاهية والرقي الحضاري والسعادتين في الدنيا والآخرة. أيها السيدات والسادة، لقد تواتر على حياة الناس على مدار التاريخ ملايين القوانين والمناهج التي وضعها البشر فأخذت حظها من التطبيق والتحقيق سنوات وربما عقود، بيد أنها سرعان ما ماتت كما يموت البشر والمخلوقات، وطويت صفحاتها واستبدلوا بها غيرها وهكذا دواليك. أما القرآن العظيم والسنة الشريفة فهما النور الدائم، ولقد دس الله عز وجل فيهما قوة ذاتية خلاقة لتوليد حلول لكل عصر ولكل مجتمع ولكل حال، ويزخران بمعايير تدفع الفكرة الإنسانية إلى التأمل لتدبير الفتوى والحلول المنضبطة التي تتسق مع الواقع المعاش. ومن ثم فإن العقلية المسلمة لا مدينة بالفضل لهذا الإسلام العظيم. أيها السيدات والسادة، الحياة المعاصرة تموج بسيل عارم من التحديات والمتغيرات والمستجدات، ولم ينفصل الإسلام عن واقع الحياة وعن متغيراتها لحظة من اللحظات ولا عن حياة الناس واهتماماتهم، ولم يتوقف عند عصر دون آخر، ولم يهتم بجانب دون جانب، بل ظل الإسلام فاعلا ومؤثرا في الحياة وسيظل كذلك إلى أن يقوم الناس لله رب العالمين. أيها السيدات والسادة، إن المراحل التي مر بها الاجتهاد عبر عصور الإسلام المختلفة ما بين نشأة وتطور وتمدد وتمكن خلفت ثروة فقهية اجتهادية وتراثا عظيما قل نظيره في منتوج الحضارة الإنسانية، وقد أدى دوره في الحياة وعلم الأجيال وما يزال.
ثم حدث انحصار اجتهادي واجتهاد انتقائي وتجنيد وتقليب طويل المدى في ظل سياق تاريخي ساعد على ذلك، وفي ظل مواجهة العالم الإسلامي لمجموعة من التحديات الكبرى التي واجهته، ظهرت أنماط ومستويات جديدة للاجتهاد، وأهمها أقسام الفقه المقارن في كليات الشريعة والدراسات الإسلامية، وظهر الاجتهاد الفردي وظهرت المجامع الفقهية التي أدت أدوارا في غاية الأهمية خلال فترة نشأتها وحتى الآن. وقد استطاع هذا التطور أن يقف حائط صد منيع ضد التنظيمات الجهادية العنيفة التي عمدت إلى الاجتهاد الانتقائي من التراث الاجتهادي لتحقيق مخططاتهم الرهيبة، والتي رسمت صورة سيئة عن ديننا الحنيف، وهو منها ومنهم براء. ونفهم مما سبق أيها السادة أن الاجتهاد العصري المستدام ضرورة عصرية وحياتية، وسيتعاظم دوره في المستقبلين القريب والبعيد على حسب حجم التحديات والمستجدات وتتابعها وتواترها من أجل استدامة التجديد المنشود الذي يفي بحاجات عصره ومصره ويسهم في حل معضلات العصر. أيها السيدات والسادة، لا توجد حضارة في التاريخ انشغلت تنظيريا وتطبيقيا بفكرة الاجتهاد وبفكرة التشريع كما انشغلت الحضارة الإسلامية، وإن منهجية الاجتهاد في الحضارة الإسلامية أنتجت ثراء في عدد الفقهاء والمجتهدين والمجددين، وثراء في الاجتهادات الفقهية بمدارسها المتعددة، وثراء في سريان التجديد على نحو سديد. إن المذاهب الفقهية المشهورة وغيرها تحتوي على تراث نفيس من الأفكار وجهد عقلي ونقلي رصين، بيد أن هذا التراث العظيم يضم اجتهادات صيغت في عصور مضت وبأدوات عصرها وفق ظروفها الاجتماعية والسياسية والثقافية ووفق سياقاتها الحياتية وقت ذاك. وهنا تأتي حتمية أمال العقل في فهم النص واستخراج مقاصده وفهم التراث الاجتهادي وتحليله وغربلته ونقد ما يحتاج إلى نقد بمنهجية علمية منضبطة. وهنا أيها السيدات والسادة، أؤكد للجميع أن باب الاجتهاد مفتوح وسيظل مفتوحا مشرعا ومشرعا إلى أن يقوم الناس لله رب العالمين. وفي هذا المقام وقبل أن أختم كلمتي، أطالب بإنشاء معهد عالمي لتكوين المجتهدين وتدريبهم بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية ووزارات الأوقاف والشؤون الدينية والمجامع الفقهية المنتشرة في العالم، مع توفير الدعم اللازم لإنشائه على أحدث نظم ومعايير الجودة العالمية، وتكوين لجنة عليا للتخطيط لهذا المعهد وتنفيذه، وفتح فروع إقليمية له في المستقبل، وبالتالي نضمن استدامة الوفاء بالمجتهدين البارعين النابغين لتلبية حاجات العصر بفتاوى واجتهادات منضبطة، وضمان سريان نهر الشريعة بشكل رشيد، وتجديد الخطاب الديني وتجديد فهم الدين على نحو سليم وسديد. وبذلك نكون قد وضعنا أنفسنا والأجيال القادمة على طريق الاجتهاد العصري والتجديد المستدام، كما أوصي بإعداد معايير ووثائق ومؤشرات وأدلة للاجتهاد والتجديد لشباب الفقهاء والتدريب عليها وتجديدها وتحديثها في ضوء المستجدات، وإنشاء قواعد بيانات محدثة بالمجتهدين حول العالم لسرعة التواصل معهم وتنسيق العمل المشترك من أجل نقل خبرات الكبار إلى الشباب، والحرص على تداولها بين أهل الاجتهاد على مستوى العالم لضمان الاجتهاد المنضبط، الاجتهاد المستدام، التجديد المستدام. وبالله تعالى التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما هو مسموح بقينا ايه ثلاث دقايق بالظبط ثلاث دقايق. طبعا الدكتور احمد تقدم بعض التوصيات المهمه جدا الحقيقه، واضاف اليها الشيخ خالد الجندي تحديد الثوابت الاخلاقيه في ديننا الحنيف والتي يجب على العالم احترامها وعدم مطالبتنا بالتنازل عنها. الاستاذ السيد حسان موسى قال نحن بحاجه الى اجتهاد يجمع بين حركه الانسان والكون والتكامل ما بينه انساني وشرعي. هذه ربما تكون توصيات تتضمنها الجلسه الختاميه ان شاء الله. عندنا مداخله واحده وارجو من اخي وصديقي الدكتور صابر عبد الدايم ان يقدم هذه المداخله في اقل من دقيقه. على ما يجي الميكروفون هتكون نص دقيقه فاتت، يبقى ليك نص دقيقه. بسرعه دكتور، وانت استاذ اللغه العربيه تقدر تدمج ما تريد ان تقوله في ثوان قليله. فين الميكروفون؟ يبقى انتوا عارفين الدكتور عنده المداخله وسايبين الميكروفون بعيد. لا هو لا هو لازم بسم الله الرحمن الرحيم. احيي معالي الوزير سعاده الوزير الدكتور سامي الشريف على اداره الجلسه، وفضيله الشيخ خالد الجندي العالم الجليل ودعاء الاسلام الكبير، وعلماء الاسلام من العالم الاسلامي، واخ الدكتور احمد سليمان. يعني انا جئت وفي كلمه الدكتور حسان موسى، وانا سعيد بما قدمته من اشاده بالازهر الشريف واشاده بمصر وبدور مصر في العالم العربي والعالم الاسلامي، ولكن ايضا نريد يعني تنفيذا لما اكدت عليه من الحفاظ على البيئه، لان ابنائنا في الغرب يرون البيئه نظيفه جدا وياتون الى بلاد الاسلام الذي شرع النظافه والطهور شطر الايمان وكل والصلاه نفسها نظافه متواصله، ولا يجدون نظافه في شوارعنا. فان شاء الله من وصايا المؤتمر التركيز على نظافة الشوارع ونظافة البيوت، والأئمة إن شاء الله عندهم هذا الوعي ومنتشرون. يعني أعتبر أئمة المساجد جنود معلومون وليسوا مجهولين في مساجدنا في كل حي وكل زاوية، خمس فروض يصلي بالناس، فهو لو تولى مثل هذا الأمر سنجد الأمر بأيسر حالة، وشوارعنا عادت نظيفة مثل قلوبنا وصلواتنا وعبادتنا. أشكر الدكتور أحمد سليمان على حماسه الشديد، ولكن هو يعني أصدر عبارة الاجتهاد الانتقائي والاجتهاد المستدام، فأرجو توضيح هذه النقطة فقط، ولك الشكر الجزيل. شكرا. إن شاء الله هنوضحها في المؤتمر القادم بإذن الله تعالى، لأن ما عندناش وقت. أقدم خالص شكري وتقديري لزملائي على المنصة، الشيخ شعبان علي مفتي بوروندي، أخي وصديقي الشيخ خالد الجندي، والشيخ حافظ شاكر فتاحه، والأخ والصديق حسان موسى، والأخ والصديق أحمد علي سليمان، دكتور أحمد علي سليمان. وأقول إنه في السادسة إن شاء الله سيكون هناك فقرة لكبار المبتهلين، ودي حاجة جميلة جدا، أحسن من الكلام اللي احنا قلناه والرغي كتير، حاجات جميلة جدا مبتهلين. ثم في السابعة إن شاء الله الجلسة الختامية وتوصيات المؤتمر ستة الأرب. احنا هنقوم ومالناش دعوة، انتوا حرين بقى. لا هنقعد طبعا، هنقعد ان شاء الله. اشكر حضراتكم وشكرا للحضور، ومعذره عن الاطاله، والسلام عليكم ورحمه الله.